وألخص حديثي في 3 نقاط. الأولى تتعلق بفهم المقاصد، وهنا نقف مع آية واحدة من كتاب الله عز وجل، حيث يقول الحق سبحانه: أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وإذا كان الجزء الأول من الآية جاء على سبيل الحقيقة بأن من قتل نفسا أي نفس بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، فإن الجزء الثاني من الآية يحتاج إلى وقفة وتأمل في قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن الإحياء الحقيقي للأنفس لا يكون إلا لله وحده، فيحمل الأمر هنا على المعنى المجازي. والمراد من عمل على إحيائها أو حافظ على بقائها حية. فإذا كان المتطرفون والإرهابيون يعملون على إزهاق الأنفس بدون حق، فإن كل من يدفع عنها شر المتطرفين والإرهابيين، سواء أكان دفعا عسكريا أم أمنيا أم قضائيا أم علميا أم فكريا أم دعويا، فكأنما أحيا الناس جميعا. ويدخل في ذلك أيضا كل من وفر لها الدواء والغذاء وشربة الماء النقية ومهد الطرق وعبدها، لأن تمهيد الطرق يقلل نسب الحوادث فيحافظ على الأنفس من الهلاك، فكل ما يؤدي إلى استمرار حياة النفس البشرية ويدفع عنها الهلاك داخل في قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.